أولا البعثة الأممية مرتكزة على غرار صادر من الأمم المتحدة، هو الذي خول لها أن تتواجد في السودان، وهو الذي منحها بعض الصلاحيات. هذه لا ليست من صلاحيات أو يعني المكون العسكري أو من وزارة الخارجية السودانية التي هي ناطقة بلسان حكومة المعزولة. هذه الحكومة المعزولة تتمنى حسب رغباتها أن يظل هذا المشهد الماثل موجود على الساحة السياسية السودانية، أن يظل انقلاب 25 أكتوبر غائم، أن تمارس المؤسسة العسكرية، والانتهازيين الذين يرتبطون بها يقومون بذات الدور. أولئك الذين سمتهم جماهير شعبنا بمعتصم الموز، الذين يحاولوا أن يشكلوا حاضنة لهذا الانقلاب، هؤلاء هم من يتمنون فشل دور البعثة. وقد نتفق في بعض الجوانب أن البعثة لابد لها من شجاعة عالية أن تشخص الأزمة بشكل دقيق، وأن تحدد بضرورة كنس العملية الانقلابية وإزالة من المشهد السوداني. هذه واحد. اثنين، لا يمكن للمؤسسة الآلية الثلاثية أن تجمع الأضداد على سطح واحد. لا يمكن أن يجلس الحرية والتغيير مرة أخرى في حوار سياسي مع المكون العسكري. نعم. ولا يمكن للحرية والتغيير أن تجلس في حوار سياسي مع من يشكلون حواضن إلى هذه المؤسسة العسكرية التي تتبنى انقلاب 25 أكتوبر. نعم.